بونسوار. مساء الخير. مساء النور. طيب خبريني هلا شو المشكلة؟ معلق شاد. هيدا أول شي كرباج، بدي أجلط كل حدا ما عم بيأمن بالنظريات الطبيعية اللي عم بتصير مدام داليا. تح هيك. لا بدي أفهم، أنا مش عم بفهم عليكي. مدام داليا الجمعة الماضية كلنا عرفنا وكلنا شفنا وكلنا تبعنا أخبار إنه في كائنات فضائية aliens عم بتبين بسما أمريكا أكتر شيء، بس هي عموما بوجه الكرة الأرضية. مدام داليا شو بدك تفسير لهذا الموضوع؟ فيني أعرف؟ بفضل لا، ما عنده جواب، ما حدا عم يقدر. لا عندي جواب بس بفضل ما أقوله. لا نحن بدنا تقولي لأنه بدنا نناقش. أنا بدي أفهم أنت كيف فسرتيها. مش تفسير، والحقيقة اللي بدي أقولها هلأ بدي أطلقها عبر الجديد. نعم، هودي الكائنات الفضائية يلي عم بتبين قدام الكرة الأرضية بسما أمريكا تحديداً مدام داليا. نعم. بعتها الجنرال ميشيل عون رسالة لأمريكا ولا غير أمريكا إنه ما بيزبط لبنان ووضع الكرة الأرضية إلا إذا بيجي جبران رئيس جمهورية. مدام داليا في أوضح من هيك؟ لحظة، عندك شك إنه نحن عايشين هون يا محلى الكائنات الفضائية بلبنان؟ لا هيك بليز. لا هيك مزبوط، كائنات فضائية بيعتها الجنرال ميشيل عون لنخوف الغرب والعالم وأمريكا، إذا ما بيثبت وضع لبنان هودي الكائنات الفضائية رح تدمر الكرة الأرضية. من الآخر عم بعطيكم إياها، نحن ما بيثبت البلد إلا إذا إجا جبران رئيس جمهورية. يعني أنا بمحل كنت معولة على هيك شوي من اللي عندك، شوي بركة. قصدك عقل؟ شوفي مدام داليا، أيوة. إذا عم تتمسخري لا ببعت لك ياهن على بيتك. هالقد سهلة مدام داليا. أوكي أنا بفهم من حديثك إنك عم تتمسخري، بليز ما تخليني أجعلها يعني تهديد القصة وابعت لك ياهن على بيتك مدام داليا، أوكي؟ هيدا اتس ا ساين، هيدا سينيال مدام داليا. وعو يا لبنانية، الطبيعة كلها قايمة ضدكم، كلها. ما خفتوا من الهزة؟ ما خفتوا؟ ما قلتوا لو الجنرال ميشيل عون رئيس كان أيامنا أجرينا ما خوفنا؟ وعو قطعت الهزة؟ أوكي، بس هلأ صار في أليينز، والأليينز ما بيمزح معهم، أنت بتعرفي بيبلعونا. فبليز ما تجبرونا نخليهم يبيدوكم، افهموا ووعوا انه غير جبران باسيل رئيس جمهورية للبنان ما رح يمشي الحال، اوكي؟ اوكي جيلبان. قلنا لقاء تاني لانه انا مضطرة اطلع عطارد، ناطريني بالصحن الفضائي برا مدام داليا. اوكي يلا جود نايت. اوكي جود نايت جيلبان. مشاهدينا بريك ومنتابع.